أهلا بالمتناظرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أنا متأكد إن كنتم تشاهدون هذا التسجيل فهذا يعني أنكم مولعون بالمناظرة وتؤمنون بأهميتها. لقد أطلقت مؤسستنا برنامج سفراء أيديامينا. هذا البرنامج هو لكم، نود أن نشتغل أكثر في هذا المجال، أن ننشر ثقافة المناظرة في منطقتنا، والمهم أكثر من ذلك هو بذل المزيد لكي نؤثر إيجابيا في مجتمعاتنا. نحن نبحث عن شباب قادة يرغبون في تمثيل أيديامينا في بلدانهم. سفراؤنا سيساعدون في تحقيق رؤيتنا بناء مجتمعات منفتحة ومتسامحة، أين يلعب الشباب دورا فاعلا في تشكيل مستقبل النير. إن كنتم ترغبون في المشاركة بإمكانكم الترشح قبل 23 فبراير شباط 2017. المشاركة باللغة الإنجليزية اضغطوا هنا، اللغة العربية اضغطوا هنا. حظا سعيدا للجميع، وتذكروا نحن لا نكره، نحن نتناظر.